عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث أصل في حفظ دم المسلم وعرضه، فالأصل في المسلم أنه محفوظ دمه وعرضه، ولا يجوز الاعتداء عليه لا بذهاب نفسه ولا بعضو من أعضائه أو منفعة من منافعه ولا بما دون ذلك كإيذاء بشره بضرب أو جرح أو إيذاء عرضه بكلام ونحوه، ولذلك فإنه لا يجوز قتل ولا مقاتلة المسلم إلا لما يبيح ذلك، وهو مفارقة الدين أو أن يكون أحد أسباب المقاتلة وإن لم يكن قتلا. وهذا الذي فصله العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بأحكام البغاة، وذكروا أن من صور البغاة الذين يمتنعون من أداء شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. نعم.